تعرفتم سابقا على الطور البيني والذي يمثل الجزء الاكبر من دوره حياه الخليه بينما تنمو ويتضاعف الحمض النووي فيها ويكبر حجمها اما في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الانقسام الخلوي وخصوصا الانقسام المتساوي الانقسام المتساوي هو العمليه التي تؤدي الى انقسام النواه الى نواتين وكل منهما لها ذات المعلومات الوراثيه للنواه الاصليه ولانهاء الانقسام المتساوي يحدث انقسام السيتوبلازم وهو الذي يفصل النواتين لتصبح كل واحده في خليه منفصله عند انقسام السيتوبلازم هنا حيث تتحول الخليه الى خليتين انظروا كيف يحدث كل هذا في نهايه الطور البيني كما هو موضح هنا يكون لديكم هذه الخليه الكبيره التي تحتوي على نسختين من الحمض النووي DNA ولديكم جسيمان مركزيان إذا الخطوة الأولى من الانقسام المتساوي تتضمن وجود الخلية الأصلية وستلاحظون حدوث عدة أمور أولاً سيتحول الحمض النووي DNA والكروموسومات من وضعية الكروماتين حيث يكونان متباعدين عن بعضهما البعض الى وضعيه اكثر كثافه مما يمكنكم من رؤيتهما باستخدام المجهر الضوئي على سبيل المثال لديكم هنا الكروموسوم باللون البنفسجي ويتكون من شريطين من الكروموتيدات الشقيقه بعد المضاعفه سيظهر بهذا الشكل إذا نظرتم إليه باستخدام مجهر ضوئي. لن يكون لونه بنفسجيًا بالتأكيد، ولكننا نتحدث هنا عن شكله. سيكون شكله مشابهًا للكروموسومات التي ترونها عادة في الكتب المدرسية، ويحتوي على القطعة المركزية التي تتصل عندها الكروماتيدات الشقيقة. عندما تتصل الكروماتيدات الشقيقة ببعضها، تكون كروموسومًا واحدًا. حتى قبل المضاعفة، كانت الرسومات باللون البنفسجي الموجودة هنا تشكل كروموسومًا واحد؛ ها هو الكروموسوم باللون الأزرق، وهو في الحالة المكثفة؛ حيث يوجد هنا كروماتيد شقيق، وهنا كروماتيد شقيق آخر، ويلتقيان عند القطعة المركزية، ويكونون في حالة التكثف عند الوصول إلى مرحلة الانقسام المتساوي، ويبدأ الغشاء النووي بالاختفاء تدريجيًا. ويبدا الجسيمان المركزيان بالهجره الى الاقطاب المتقابله من الخليه اي ان احدهما يذهب الى هذه الجهه والاخر يذهب الى الجهه المقابله والامر المثير للدهشه هنا ان هذا كله يحدث في الخليه وهي لا تحتوي على عقل فجميع هذه العمليات تحدث نتيجه لتفاعلات كيميائيه وديناميكيه حراريه بالاعتماد على بعض المحفزات التي تظهر في الخلية خلال دورة حياتها، توصل العلم إلى كيفية حدوث هذه العمليات. لكن العلماء لا زالوا يحاولون فهم كيف يمكن لبعض العمليات أن تحدث في الوقت المناسب لها، وما هي المحفزات التي أدت إلى حدوثها. في بعض الأحيان، تكون المحفزات على مستوى الجزيئات أو حتى الذرات. على أي حال، هذه هي المرحله الاولى من الانقسام المتساوي وهذا هو الغشاء النووي حيث يبدا بالاختفاء والجسيمان المركزيان يهاجران الى القطبين المتقابلين من الخليه ويتكثف الحمض النووي ليصل الى حاله من حالات تكثف الكروموسومات وهو ما يسمى بالطور التمهيدي للانقسام المتساوي والان في المرحله التاليه سارسم الخليه مجددا سيختفي الغشاء النووي تماما وتبدا الكروموسومات بالاصطفاف في منتصف الخليه اذا لديكم الكروموسوم باللون الازرق هنا والذي يتكون من الكروماتيدات الشقيقه ويتصلان معا عند القطعه المركزيه ولديكم هنا الكروموسوم باللون البنفسجي ويتكون ايضا من الكروماتيدات الشقيقه ويتصلان معا عند القطعة المركزية، والجسيمان المركزيان في القطبين المتقابلين من الخلية. وربما سمعتم بمصطلح المريكز. يوجد المريكز داخل الجسيم المركزي، ويكون عبارة عن زوج من الأنابيب، حيث أن كل جسيم مركزي له زوج من الأنابيب. ولكن للتبسيط، يمكنكم القول أن المريكز هو جزء من الجسيمات المركزية. إذاً تصطف هذه المكونات داخل الخلية. إن حركة مكونات الخلية هذه من هجرة واصطفاف وانقسام تتم عبر آلية معقدة وباستخدام شبكة من الخيوط أو الأنابيب الدقيقة. ولكن ما دور الجسيمات المركزية في هذا؟ وظيفتها هي تصنيع هذه الأنابيب الدقيقة حيث تمتد من الجسيمات المركزية إلى القطعة المركزية للكروموسومات، ولا تقتصر وظيفتها فقط على تحريك الكروموسومات، ولكنها تساعد أيضًا في سحب ودفع مكونات الخلية كما يلزم، والتأكد من أن الجسيمين المركزيين يبعدان عن بعضهما، وكما سترون في المرحلة التالية، سيكون بإمكانهما أن يجذبا كروماتيدًا شقيقًا من كل كروموسوم باتجاه كل واحد منها، إذًا ترون هنا أن الغشاء النووي اختفى تماماً، واصطفت الكروموسومات في المنتصف، والجسيمان المركزيان يقعان في القطبين المتقابلين من الخلية. تسمى هذه المرحلة بالطور الاستوائي للانقسام المتساوي. يمكنكم الآن تخيل ما سيحدث في المرحلة التالية. ما سيحدث هو أن هذه الأنابيب الدقيقة ستبدا بتفريق الكروماتيدات الشقيقه عن بعضها لديكم الجسيم المركزي هنا ولديكم هذه الانابيب الدقيقه في الخليه وهذه الانابيب ستبدا بسحب واحد من الكروماتيدات باللون الازرق لتجعله يتحرك باتجاهها اذا اصبح الكروماتيد باللون الازرق هنا والاخر في الجهه المقابله ويحدث نفس الشيء مع الكروماتيدات الشقيقة باللون البنفسجي. جذبت الأنابيب الدقيقة هذا الكروماتيد في هذا الاتجاه، والآخر في الاتجاه المعاكس. وانتبهوا أن اسم الجزء من الكروماتيدات الشقيقة بعد الانفصال هو كروموسوم. عندما كانا متصلين ببعضهما في شكل كروماتيدات شقيقة، كانا يشكلان معاً كروموسوماً واحداً. ولكن الان بعد انفصالهما يعتبر كل واحد منهما كروموسوما مستقلا اذن لديكم الان اربعه كروموسومات مستقله تسمى هذه النقطه هنا بالحيز الحركي وستجدون ان الطور البيني وكيفيه حدوث العمليات خلاله ليست واضحه تماما فبعض الاشياء مفهومه بينما البعض الاخر يصعب فهمها وهي لا تزال قيد البحث. إذاً، هنا يمكنكم رؤية كيف يبدأ الحمض النووي (DNA) بالهجرة إلى أقطاب الخلية المتقابلة، وتسمى هذه المرحلة بالطور الانفصالي. وهذا يأخذنا إلى آخر مرحلة من مراحل الانقسام المتساوي، والتي تعرف بالطور النهائي. وفي هذا الطور يبدأ الغشاء الخلوي بالانحصار، للاستعداد لانقسام السيتوبلازم أي ليهيئ الخلية لتنقسم إلى خليتين فانقسام السيتوبلازم هو العملية التي تؤدي إلى انقسام الخلية إلى خليتين إذن في الطور النهائي لديكم ما كان سابقا كروماتيدا شقيقا ولكنه الآن كروموسوم مستقل ما يحصل في هذه المرحلة كانه عكس لما حصل خلال العمليات السابقه حيث اختفى الغشاء النووي ومن ثم تكثفت الكروموسومات في هذا الشكل هنا ولكن في الطور النهائي سارسم الجسيمات المركزيه لديكم جسيم مركزي واحد هنا والاخر في الجهه المقابله ولديكم الحمض النووي هذا الكروموسوم سيكون أقرب لما كان عليه قبل الانفصال، وسيحدث هذا في الجهة المقابلة أيضًا مع الكروموسوم باللون البنفسجي، وسيبدأ الغشاء النووي بالتشكل حول الحمض النووي، أي أنكم تشاهدون عكس العمليات التي حدثت خلال الطور التمهيدي. إذًا، سيتكون الغشاء النووي، وسيعود الحمض النووي إلى حالة الكروماتين. ثم يحدث انقسام السيتوبلازم، وبعدها تنفصل الخليتان تماماً. وبعد انقسام السيتوبلازم، تعود الخلية إلى هذه المرحلة من دورة حياتها. الآن ستمر كل خلية من الخليتين الجديدتين بالطور البيني، ومرحلة النمو الأولى أو مرحلة G1، ثم المرحلة S حيث يتضاعف الحمض النووي ثم مرحلة النمو الثاني أو المرحلة G2 وسوف تمر بالانقسام المتساوي مرة أخرى وستتحول هاتان الخليتان إلى أربعة خلايا وهكذا كانت هذه إذن عملية الانقسام المتساوي